الحليم محمود للشؤون المعنوية في القوات البحرية بدعوة يعني من الشؤون المعنوية في القوات البحرية أن يحاضر. فالقوات البحرية كانت عارفة أن أنا بقرأ القرآن، أنا كنت مشهور بقى في اسكندرية. ف يعني هو يعرفني بقى الدكتور عبد الحليم محمود من مسجد سيدي على السمان، وعارف أدائي أثناء التجنيد. فلما شافني الإذاعة اعترضت، قال لك ده مش معتمد. فقال على مسؤوليتي، أنا عارف مستواه. فقرأت على الهواء بدون اعتماد هذه المرة. سنة كام؟ أعتقد سنة 77. طب حد وقرأت أمام الرئيس السادات في نفس العام على الهواء، إذاعة وتلفزيون من رصيف 9 في البحرية. برضو جاء السيد الرئيس أنا والسادات على رصيف 9 في احتفال، وكان الخلفية ورانا اليخت المحروسة. طب اسمح لي قبل اتفضل، موضوع السادات، موضوع الرئيس الراحل أنور السادات، هناخد له سؤال خاص بيه. انا قريت بالنسبه ان تمام قريت على الهواء برضه تمام بدون اعتماد مع رئيس السادات. تمام، كان في نفس المناسبه ولا مناسبه اخرى؟ لا مناسبه اخرى بقى. تمام، طب اسمح لي بدايه حضرتك يعني دخول الاذاعه كان امتى، وازاي بدا دخول الاذاعه، يعني مشوار حضرتك مع الاذاعه؟ الاذاعه انا قلت لك السبب انا عاوز اروح الاذاعه عشان لما تيجي الاذاعه سيدي على السمان اقرا فيه. هذا الهدف الاوحد مش في دماغي. تمام، ان انا اكون بقى قارئا واسافر البلاد واذاعه تلفزيون وحفلات ومشغلات. مبتدا دوت كوم.